معي عبر الهاتف فضيلة الشيخ عدنان القطان، إمام وخطيب جامع أحمد الفاتح ورئيس بعثة مملكة البحرين للحج. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. بداية، محاولة إفساد وإرهاب جديدة تستهدف المكان المقدس في الوقت المقدس أيضا، لم تراعي حرمة الزمان والمكان. ألا يعي من يستهدفون بيت الله الحرام أنهم يستهدفون الأمة الإسلامية كاملة وليس فقط المملكة؟ نعم، مرحبا أخي. طبعا لا شك أن هذا العمل الإجرامي الإرهابي الخبيث والفاشل ولله الحمد مستنكر من كل مسلم غيور على دينه ومقدساته، إذ كيف يجرأ مسلم من محاولة التعدي على حرم الله مكة المكرمة، أشرف بقاع الأرض وأطهرها، وفي شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر من هذه الفئة الضالة لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يمكن أن يكون في قلوب أصحابها مثقال ذرة من إيمان بالله. هؤلاء لا يريدون خيرا بالإسلام كما ذكرت ولا بالأمة الإسلامية، وهدفهم زعزعة أمن واستقرار هذا البلد المبارك. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت أمانا للناس، للمقيمين والمصلين والزائرين من الحجاج والمعتمرين، إذ يقول إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ويقول ومن دخله كان آمنا. بل إن الله سبحانه وتعالى توعد من أراد شرا بحرم الله أو هم بفعل معصية أو جريمة توعده بالعذاب الشديد، فقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك ولله الحمد فقد حفظ الله حرمه وأحبط عمل هذه المجموعة الإرهابية. هنا لا يفوتنا حقيقة أن نشيد بيقظة وجاهزية رجال الأمن السعودي الذين تصدوا لتلك الهجمات الإرهابية وقاموا بإحباطها بتوفيق من الله عز وجل وحفظا لعباده المؤمنين. ونحن حقيقة نؤيد كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية وقيادتها من إجراءات. هناك بيان فضيلة الشيخ من مملكة البحرين يؤكد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في حفظ أمن المملكة وأمن الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وهو ربما مطلوب وموجود من جميع الدول العربية والإسلامية أن تقف هذا الموقف إزاء خدمة وحافظي أمن بيت الله الحرام. صحيح صحيح، ونحن نؤيد هذا البيان الذي صدر من مملكة البحرين، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بيت الله الحرام ومقدسات المسلمين والمملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين وقيادتها، وأن يحفظ بلادنا وخليجنا من كل سوء ومكروه ومن عبث العابثين وكيد الفجار، إنه على كل شيء قدير. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ عدنان القطان، إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح ورئيس بعثة الحج.